السلام عليكم، معي وزير أسمها الغامدي. لدي سؤالين. سؤالي الأول، الإعلام التركي والإعلام القطري يتكلم عن تفاصيل جريمة خاشقجي قبل بدء التحقيقات، فهل هذا يعني أن هناك كان اختراق لسيادة السعودية والتلصص على سفارتها من قبل الحكومة التركية والقطرية؟ وفي حال ثبت ذلك، ما هي الإجراءات التي ستتخذ ضدها؟ سؤالي الآخر، ظهر قبل أيام قليلة وزير الخارجية الفرنسي وقال بأن الرئيس التركي يمارس لعبة سياسية في قضية خاشقجي، ما هو تعليقك؟ شكرا. فيما يتعلق بالإعلام التركي والإعلام القطري، أعتقد أنه كان فيها حملة موجهة شرسة ضد المملكة العربية السعودية لا زالت قائمة، وهذا شيء مؤسف، لأن أعتقد أنه هذه جريمة، وهذا الموضوع يتم التعامل معه عن طريق القضاء، ومن ارتكب أخطاء أو من ارتكب هذه الجريمة ستتم محاسبتهم ومعاقبتهم بموجب الأنظمة والقوانين الموجودة في المملكة العربية السعودية. فهو مؤسف أنه يتم محاولة تسييس هذا الأمر أو محاولة خلق فوضى حول هذا الأمر. نعتقد أنه كان بالأفضل إذا كان أي جهة لديها معلومات ممكن تساهم في الوصول إلى الحقائق، فعليها أن تتقدم بهذه المعلومات ولا تروج لها في الإعلام، وهذا ما طلبته المملكة العربية السعودية. فيما يتعلق بالأسباب أو الأهداف وراء سياسات معينة أو تصريحات معينة، هذا الأمر أتركه لمن قام بإدلاء هذه التصريحات أو تبني هذه السياسات. ولكن أكرر مرة ثانية أنه التعاون هو الوسيلة الأفضل، التعاون هو الذي يساهم في توحيد صف الدول الإسلامية، وهو التعاون هو اللي يساهم في الوصول إلى الحقائق بشكل أسرع وشكل أدق، وهذا ما تطالب به المملكة العربية السعودية، وهذا ما تعمل عليه المملكة العربية السعودية. أما التصريحات أو الاتهامات بدون أي أساس لها، هذا شيء مرفوض وغير مقبول، والمملكة العربية السعودية كما ذكرت في البداية ترفض ذلك، ونحن ملتزمين في أن يأخذ القضاء مجراه وأن تتم محاسبة من تورط في هذه الجريمة. وكما ذكرت، التحقيقات لا زالت جارية، لأن هناك أمور لا زالت غامضة، ولذلك نأمل من الأشقاء في تركيا أن يوفروا أي معلومات لديهم قد تساهم في الحصول على توضيح حول الأمور التي لا تزال غامضة. شكرا.